يشتد الوجع وتزيد الحمى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل عليه عبد الله بن مسعود فيقول: وفاة الحبيب، إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله، تتألم ألم شديد. إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منك. دخلت الزهراء وفاة الحبيب فاطمة السيدة بنت سيد العالمين، الحبيبة بنت حبيب الله جل وعلا، وكان الحبيب يحبها جدا. إذا دخلت إليه قبلها لحظاته وأجلسها في مجلسه، فلما دخلت وجدت الحمى مع الحبيب تشتد على حبيب قلبها ونبيها صلى الله عليه وسلم. قالت وكرب أبتاه، وفاة الحبيب وكرب أبتاه كرب أبتاه. اللحظات الأخيرة سيدي ربي أغثني، اللحظات الأخيرة. وفي آخر يوم، في يوم الاثنين مع الحبيب، سمعهم يصلون الصبح مع الحبيب، فخرج ووقف على حجرة السيدة عائشة وكشف الستر مع الحبيب. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين من حديث أنس، مع الحبيب رجع القهقرة ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة وأنه والحمد لله قد عوفي. يقول أنس: كدنا أو فهمنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا برسول الله، فهمنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة إليهم أن اثبتوا على صلاتكم، لم يتكلم لكنه أشار أن اثبتوا على صلاتكم. ثم أرخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السترة وهو يبتسم، يقول أنس: وكأن وجهه ورقة مصحف، يعني لاستنارة وجهه وجمال بشرته صلى الله عليه وآله وسلم. وابتسم النبي ابتسامة مشرقة وأرخى السترة وعاد إلى حجرة عائشة، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقي نظرة الوداع على أصحابه. أراد أن يلقي النظرة الأخيرة على غرسه الذي غرسه بيده، وعلى النبتة الكريمة التي رباها على عينه عليه الصلاة والسلام. دخل إلى حجرة عائشة ووضع رأسه في صدرها، وكانت اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. أوشكت على الانتهاء وآذنت بالنهاية والرحيل. تقول عائشة رضوان الله عليها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وأنا مسندته إلى صدري، وقد رفع يده إلى السماء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى. كلما اشتد الألم عليه وسكرات الموت عليه، وضع الحبيب يده في هذه الركوة أو العلبة ومسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، أقبل يا ملك الموت، أقبل يا ملك الموت، أقبل يا ملك الموت، أقبل يا ملك الموت، لتعالج أطهر وأشرف روح عرفتها الأرض. على روح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وسقطت يد الحبيب، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الفاجعة، فخرجت عائشة تصرخ، وعرف الصحابة أن المصيبة قد وقعت وأن رسول الله قد مات. أيها المحب للحبيب عبد الله، يا من رق قلبك وخشعت جوارحك ودمعت عينك، اعلم بأن الحب الحقيقي ليس دمعة تسكبها العين، وليس كلمات جميلة ترددها الألسنة، ولكن الحب الصادق امتثال لأمره، اجتناب لنهيه، وقوف عند حدوده، نصر لسنته، اتباع لشريعته، رفع لراية دعوته، اتباع لسنته، صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها المحب اتبع رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. سيدي ربي أغثني.
هجرنا